السلام عليكم. انا واحد سيده كنسكن في اناسي، ويعني ما تلجأت لكم الا تقهرت وتعش معاني انا وليداتي. كان راجل مرض لي واحد مرض عقلاني، ونظره لي الدار، كنت ساكنه انا وليداتي في الدار، ونظره هانها لينا. ملي نهار رهانها لينا بقيت انا وليداتي في الزنقه 10 سنين، وانا كنعاني انا وليداتي في الزنقه في ديور الكرا. ودابا من الدار كيتسالني 4 شهور ديال الكرا، دابا كيقول لي خرجي لي من الدار، بغي داري غير الله يسامح لك في داك الكرا وخرجي لي من داري، عطيني اتساع. انا ما لقيتش دابا فين غنمشي، انا وليداتي ما لقيتش فين غنمشي. دابا كنت غنهز حويجاتي وغنهبط للزنقه ونبقى انا وياهم. تلاقيت مع واحد السيد قال لي لا، كاينه واحد الجمعيه غادي نشوف لك معاها. هما دوني جاو عندي دابا النيت. دابا خويا انا ما باغا والو في الدنيا، بغيت غير شي محل اللي يجمعني انا وليداتي ونبرك انا وليداتي. انا كنت خدامه، ولكن الخدمه صافي فرانات، ما بقات لا خدمه ولا والو، غير انا كنت صاير خياطه. دابا الخدمه ما كاين والو، ما لقيتش فاش نخدم، ما كنلقاش باش نوكلهم. انا ولدي عنده يعني كيقرا في السابعه، دابا ما عنديش حد الان، هو النص ديال العام ديال الدراسه ديالو، باقا ما شريتش ليه الكتوبه، وما لقيتش باش نوكلهم. البوطه خاويه، ما عنديش ما لقيتش. بغيت شي محسن اللي يشوف فيا بعين الرحمه ويعاونني باش نرجع غير لداري. ومصاريف وليداتي يعني تكركب انا وياها، يعني نقدر نعيش انا وليداتي باش ما عطى الله الا كنت بعيده على دار الكرا. عافاكم ساعدوني، يعني خاتكم محنه ومحنه بزاف، حيت علاش يعني واخا نوصف لكم الثانيه ما غنوصفش لكم المعاناه ديالي في ظرف دقيقه، ما غنوصفهاش لكم، حيت كنعاني بلا قياس. فيا ام فيا اب، كنجي من الخدمه حتى السبعه، ملي كاينه الخدمه وكنت ما كنتشكاش، كنجي من السبعه وكنجي وكنقابل وليداتي، كنطيب كنوجد كاع اللي قسم ليهم الله، ومهم قابل وليداتي كيف. ولكن دابا ملي من هاد كورونا صافي تزمت الحال، يعني ما حققيتش لما نعطيها لا حنين ولا رحيم، اللي غنعطي لي وجهي واللي غنهز ولادي ونمشي عند حبابي ولا عند والديا، راه الله غالب الله غالب. عافاكم الا ما عاونوني، ما تخلونيش مشيت انا وليداتي، عاونوني باش ما عطى الله، باش ما عطى الله. غير عافاكم غير نخرج من دار الكرا، راني بزاف عليا. دابا كتساني 4 شهور ومول الكرا باغي يخرجني، وكتساني 4 شهور ديال الماء، ومول ما يعني ما غيصبروش عليا، الماء ما غيصبرش عليا، والمصاريف كثيرة عليا بزاف بزاف. عافاكم عافاكم، خصكم كتقول لكم عاونوني، بغيتكم تعاونوني وشوفوني بأي الرحمة بأي الرحمة. يعني انتم عارفين كل شيء وعارفين الظروف اللي دايزه فيها هاد الوقت. هادي راجلي عنده الدواء ديالو غالي، يعني ما قدرتش عليه ما قدرتش عليه، يعني راه في دارهم، مره في السبيطار مره في دارهم، مره في السبيطار مره في دارهم، يعني ما كيبركش معايا. والجيران راه عارفين، يعني تقريبا دابا شي عامين هكا يعني ما كيكونش معايا، غير مره كيجي مره كيمشي مره كيجي مره كيمشي. يعني راكم عارفين انسان لا كان مريض، والدواء ديالو صعيب بزاف، ديالو الدواء ديالو صعيب. حنا رهنا الدار باش ما عرفش واش علاش رهن الدار، حيت ملي تختل عقلي ما عرفناش كيفاش ترهن الدار وكيفاش يعني عشنا في واحد الدوامه طويله انا وليداتي. صافي خرجنا لقينا في راسنا في الزنقه، من نهار لقينا راسنا في الزنقه، ما الله غالب. واخا نوصف لكم الثانيه ما غنوصفش لكم المعاناه اللي انا كنعيش انا وهاد الوليدات. شوفونا بقى عين الرحمه وحلوا علينا. انا مرا ما عرفتش اش ندير في الكرا، انا ما عرفتش اش غندير في الكرا وفي الماء وفي الضوء وفي السير. بعض المرات الطارو ديال الدقيق ديالي كيكون خاوي، جاي الاسبوع كنقول غنطلع للدار، غادي وليداتي يتشكاو عليا، غادي لا حول ولا قوه بالله. ولدي دابا هو في السابعه، لحد الان الكتوبه ما عندوش، حد الان الكتوبه ما عندوش. انا والله ما تشكيت، هذه 10 سنين وانا كنعاني، والله ما عمرني تشكيت، والله ما عمرني حكيت لحد شي، عمرني ما حكيت حكايتي لشي حد، والله العظيم عمرني ما حكيت حكايتي لشي حد. كنجي وكنعاني، ولكن جات ظروف فوق ظروفي، ما بقيتش قدرت،
بصح ما بقيتش قدرت، والله ما بقيت قدرت. صافي صافي، يعني حسيت براسي فين غنمشي وانا باغي وليداتي حلال، فين غنمشي؟ باغي وليداتي يطلعوا لي في التربيه الصالحه، فين غنمشي؟ تلاجات لهاد الناس، الله يخلصهم ويخلصكم، عافاكم ساعدوني غير باش نرجع لداري. داري مرهونه بعشرات المليون وانا كريبه 25، يعني بغيت نشيط ما لقيت ما نشيط، بغيت ندير المستحيل ما لقيت شي والو، ما لقيت حتى حاجه، ما لقيت حتى حل. عافاكم، شوفوا فيا بعين الرحمه، اربعه الوليدات والله غالب، الله غالب، ما قدرتش ما قدرتش، هادشي اللي كاين.